لقي 110 أشخاص حتفهم وأصيب ما لا يقل عن 200 آخرين في حريق اندلع في قاعة الأفراح في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى العراقية. ووفق الدفاع المدني العراقي فإن الحريق نجم عن استخدام الألعاب النارية ما أدى إلى اشتعال النيران داخل القاعة بادئ الأمر قبل أن ينتشر الحريق بسرعة كبيرة ويؤدي إلى انهيار أجزاء من الصالة. ووجه رئيس الوزراء محمد شيع السوداني وزيري الخارجية أو الداخلية عفوا الصحة باستنفار كل الجهود لإغاثة المصابين. كان اكو شو اسمه السلو يشغل هاي السعودات من شغلها طاق بالسقف، والسقف اشتعل قبل، يعني ما وقف قبل اشتعل.